السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبتي المعلمين والمعلمات في هذه المقتطفات من دورة التحضير لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني هاي محتوياته، ما زلنا في اللانجوج في اللغة، راح نتكلم عن places of articulation and manner of articulation بالنسبة للكونسنانس. طبعا ما زلنا في الكونسنانس، وأيضا راح نتناول موضوع الفويسنج. يعني عندنا ثلاث موضوعات، اللي هو place or places of articulation، manner of articulation، والفويسنج. طيب الآن شو المقصود places of articulation؟ places of articulation اللي هو يعني النقاط الالتقاء، يعني عندما ننطق الصوت، ما هي الأماكن اللي تشترك في نطق الصوت؟ أول شيء لازم نعرف أنه، طبعا هذا إن شاء الله بنجيله بالتفصيل في الدورة، راحين نعرف أنه في عنا أعضاء خلينا نقول بالجسم أو بالرأس بتشترك في إخراج الأصوات أو إصدار الأصوات. مثلا عندنا الشفتين، فأي صوت نستخدمه أو ننطقه باستخدام الشفتين هذا بنسميه بايليبيال. بايليبيال إذن هو المكان الأول في يعني إصدار الأصوات. إذن عندنا باي تو يعني، وليبيال من لبس، يعني الشفتين. المكان الثاني اللي هو ليبيودنتال، يعني بعض الأصوات لما يعني ننطقها لازم يشترك فيها الليبيو اللي هو اللبس، والدنتال يعني الأسنان. بتعرفوا لما نقول دنتست يعني طبيب أسنان، يعني هاي بتخليك تتذكر شو يعني دنتال، دنتست يعني لها علاقة بالأسنان. إذا هذا المكان الثاني. في عنا أصوات ننتجها أو نصدرها بإنتر دنتال. شو يعني إنتر؟ يعني ما بين، يعني لما ننطق هذا الصوت لازم اللسان يعني يخرج من بين الأسنان. إذا في عنا أحيانا نستخدم الشفتين، أحيانا الشفتين والأسنان، أحيانا الأسنان. الألفيولا طبعا زي ما قلنا إنه راح نيجي بالتفصيل لهذه الأماكن. الألفيولا اللي هو الجزء من الحلق اللي هو خلف الأسنان مباشرة، خلف الأسنان مباشرة. وعندنا بالاتال اللي هو المنطقة اللي بعد الألفيولا، هاي بنسميها بالات، طبعا الأجكتيف بالاتال. عندنا الفيلر اللي هو الجزء الخلفي من الحلق، صار عندنا الجزء الأمامي من الحلق، الجزء الأوسط من الحلق، والجزء الخلفي من الحلق. وعندنا الجلوتال اللي هو منطقة الحبال الصوتية اللي هي في الحنجرة يعني. فهاي الأماكن هي المستخدم نستخدمها في نطق الأصوات. الآن في عنا موضوع آخر، إنه عندما ننطق الأصوات شو اللي بحصل معنا؟ في عنا موضوع ثاني وهو اللي هو air of stream of air، stream of air اللي هو يعني تيار الهواء. تيار الهواء الآن مع كل نطق حرف، يعني لما ننطق، عفوا لما ننطق أي صوت لازم يكون في عنا تيار هواء. تيار الهواء هذا إما بصير له إغلاق تام ثم ينفجر، وهذا بنسميه stops أو plosives، وعنا إغلاق جزئي لهذا التيار، وهذا بنسميه الأصوات هاي بنسميها فريكاتيفز، يعني بصير عملية احتكاك. وعندنا افريكتس، بصير هذا الافريكت هو مجموع يعني الستوبس زائد الافريكتس، يعني بمعنى اخر في عندنا صوتين هنا، بكونوا صوتين مندمجين، بصير في عندنا اغلاق تام ثم بصير في عندنا احتكاك عند اطلاق هذا الصوت، فبنسميهم افريكتس. النيزلز يعني هذا بيشترك تيار الهواء يخرج من الانف، عشان هيك بنسميه نيزل يعني انفي. وعندنا باللغة العربية زي ما انتم عارفين بيسموه غنة، لأنه يخرج من الأنف.
وفي عندنا lateral أو liquid أو continuant. هاي كلها أسماء لشيء واحد. زي ال لما نقول ال، الهواء يخرج من جانبي اللسان، عشان هيك بيسموه lateral، الجانبي أو liquid يعني انزلاقي أو يعني سهل يعني، و continuant يعني مستمر. كلها نفسها هاي يعني أسماء لشيء واحد. وعندنا الجلايد اللي هي الانزلاقية. إذا هاي حالة الأصوات عندما ننطقها. الآن هذا الجدول ببين لنا بعض هاي الأصوات، البي والبي مثلا. طبعا مهم جدا هاي نفهمهم، بعدين إذا يعني في مجال نحفظهم بكون أفضل. عندنا البي والبي هذول باي ليبيال، يعني بمعنى اخر البليس اوف ارتكليشن اللي هم اللبس. باي يعني نستخدم، قول بي او اب، اب حط همزه قبل الصوت ببين عندك مكان النطق، اب الشفتين. هذا ستوب او بلوسيف يعني انفجاري هذا الصوت، لان انت تقول اب يعني كانه صار اغلاق تام للشفتين بعدين انفجر الصوت عندما تخرج الصوت. الآن قصة voiced و voiceless، في بعض الأصوات يعني في vibration بيحصل في الحبال الصوتية يعني اهتزاز عندما ننطقها زي البي، فهذا بنسميه voiced. وإذا لم يحدث اهتزاز بنسميه هذا voiceless، يعني ما في صوت، ما في صوت. طبعا في تجربة ان شاء الله بنحكي عنها احنا في الدورة كيف تميز الفويس من الفويسلس. عندنا الدي والتي الفيولار وايضا ستوب ستوب. فانا ملاحظين حطيت لكم كل ستوبس مع بعض، وكل ملاحظين كل صوت فيه فويس تو فويسلس، فويس تو فويسلس، فويس تو فويسلس، كلهم ستوبس هذول. لكن الاختلاف البليس اوف ارتكليشن، هنا عندنا بايليبيال، هنا الفيولار، والجه هاي جه طبعا مش جي، لا جه كصوت، وك هاي فيلر. طبعا هنا تكلمنا عن الشفتين، هنا بنتكلم عن رأس اللسان. يعني عندما نلفظ الد رأس اللسان يرتفع الى ما المنطقة اللي خلف الاسنان اللي بنسميها الفيولا، وتي نفس الشيء. الجه نهاية اللسان، نهاية اللسان ترتفع الى السقف الحلق الخلفي، وبالتالي بنسميها فيلر، لانه هي ماخوذه من فيلم. الفيلم اللي هو هو نفسه يعني الجزء الخلفي من الحلق. عندنا اذا هاي الاصوات بلوسيفز او ستوبس حطيناهم مع بعض. بعدين في عندنا الفريكاتيفز او فريكاتيف ساوندز الاحتكاكيه. بظل عندنا طبعا احنا هيك بنكون يعني غطينا ستوبس وفريكاتيفز، بظل عندنا الافريكتس والنيزلز وبقيه الاصوات بنغطيهم ان شاء الله في الدوره. اذا هاي الاصوات اللي هي الفريكاتيفز ليبيو دنتال. الان انت تقول اف، تلاحظ انه استخدمت الشفه السفلى مع الاسنان، فهذا ليبيو من الليب ودنتال الاسنان. قول اف او في نفس القصه، لكن شو بيختلفوا؟ يعني اثنين ليبيو دنتال واثنين فريكاتيف، اللهم انه الاف فويسلس والفي فويست، زي ما قلنا راح نوضحها بالتفصيل وكيف نعرف الاصوات انها فويست او فويسلس. نفس الشيء هذا الصوت قلنا ثا وهذا ذا، هذا انت قل ثا، تلاحظ انه يعني مقدمه اللسان تخرج من بين الاسنان. ذا نفس القصه، اختلفوا انهم فويست وفويسلس، ملاحظين كلهم زوجي. يعني عندك الاف مع الفي، عندك الث مع الذ، عندك الس مع الز، الفيولار، فريكاتيف، فريكاتيف، فويسلس، فويست، الش الفيو بالاتال، فريكاتيف فويسلس، والج الفيو بالاتال، فريكاتيف فويست، والها عندنا الها اللي هي جلوتال وفريكاتيف وفويسلس. الان كل صوت لازم نعرف لما نوصفه، لازم نوصفه بثلاث اشياء، انه place of articulation،
manner of articulation and voicing. إنه voiced ولا voiceless. الآن كيف بيسألني على مثل هاي الأصوات؟ بيسألني بالشكل هذا، بجيب لك مثلا the sound T can be phonetically described. خلينا نكبرها. The sound T can be phonetically described as. يعني إحنا بدنا نوصف الT. لاحظوا أن ثلاث أوصاف في كل خيار. هل هو alveolar stop voiceless ولا alveolar plosive voiced, velar plosive voiced ولا velar plosive voiceless؟ أول شيء بدنا نعرف إنه T هذا voiceless، إذا شطبنا B وشطبنا C، ظل عندنا يا A يا D. طيب يا ترى T هل هي alveolar ولا velar؟ طبعا هي alveolar، إذا الجواب الصحيح اللي هو A. Which of the following sounds is voiced؟ الآن هل واحد من الأصوات هاي voiced؟ هل هو V ولا K ولا P ولا T؟ طبعا أنت بدك تكون عارف من خلال الجدول هذا إنه، والجدول هذا في عندنا طبعا الجداول القادمة إن شاء الله، إنه ال V هي ال voiced. طبعا زي ما قلت لكم في طريقة ممكن إحنا نعرفكم عليها كيف نعرف ال voiced من ال voiceless. Which of the following sounds can be described as؟ الآن واحد من الأصوات هاي متوفر فيه ثلاث صفات هاي، أي واحد من الأصوات؟ هل هو velar plosive voiceless؟ هل هو الك ولا الجا ولا السا ولا النا؟ طبعا هو الك، يعني لو أنت رحت على الك تلقاها velar plosive voiceless. خلينا نشوف الك هنا، هاي الك velar stop و voiceless أو plosive. إذا الجواب الصحيح اللي هو ك velar plosive. plosive يعني stop، نفس الشيء. هنا سؤال على consonants بشكل عام. consonants in English can be voiced or voiceless. diphthongs و short vowels وهي لسه ما أخذناها. إذا consonants ممكن تكون voiced أو voiceless. if the lips، لاحظ كيف the lips are brought into contact with teeth. إذا في عندنا lips with teeth. What sounds can be produced؟ إيش الأصوات الممكن نصدرها أو ننتجها؟ اللي هي bilabial, dental, labiodental ولا nasals. لاحظوا lips و teeth. إذا labiodental. Labiodental. Sounds that are made by placing the tip of the tongue، يعني رأس اللسان، at or near the alveolar ridge. شو بنسمي هذا؟ عندك tip of the tongue وعندك alveolar، مبينة من alveolar، ما فيش عندنا إلا alveolar. هاي هي يعني طبيعة الأسئلة اللي بتيجي على الأصوات. هيك بنيجي لنهاية الدرس الثاني. هاي عناويننا للتسجيل والتواصل، وهذا خالد الخطيب يحييكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس الثالث.